ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايه رايكم اعمل لكم شروط جميل جدا للفستان اللي انا عملته معاكم في الفيديو اللي فات؟ تعالوا نشوف طريقته. طريقته سهله جميله جدا وهتعجبكم، يلا بينا. وكمان ان شاء الله المره الجايه ابقى اعمل لكم كمان لي شنطه وهتعجبكم جدا. يلا بقى نبدا الفيديو. ايه رايكم في الشوز ده؟ جميل قوي. واو يا بابي، الشوز ده طريقته سهلة جدا وجميلة جدا وهتعجبكم، يلا بينا. يلا بينا. الأدوات سهلة قوي. أول حاجة هنحتاج فوم مش بيلزق ومش مفهوش جليد، وكمان هنحتاجه فوم ورق كانسون، وكمان هنحتاجه زينة أي خرز، وكمان هنحتاجه كمان المقص. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هنجيبه ده وهنرسمه عليه مقاس رجل العروسة عشان نعرف هي مقاسها قد ايه وكده. يلا وهنبدأ نحدد عليه. حددوا كمان على الفوم الأبيض نفس المقاس كده. أنا حددتها. يلا بينا نشوفوا ايه اللي هنعمله بعديها. جهنا كده حددناه، هنبدأ بقى نقص. دي كده اول فردة. كده كمان حددت دي. احنا كده قصناه خلاص، هنبدأ بقى نجيب الحتتين دول ونحط عليهم لزق مسدس الشمع. خلصناها كده. هي وبقت بالشكل ده. بعد كده بقى احنا هنجيب ورقة الكانسون دي وتعالوا نشوفها هعمل بيها ايه. هقص الحتة دي كده. بقيت بالشكل ده بأي مقاس. لو عايزينها تبقى طويلة عادي، لو عايزينها تبقى قصيرة عادي، متبقاش قصيرة قوي. نستخدمه منها بس مستطيل واحد بس. بعد كده نحطه لس كده ونحط دي كده. هلزقها وارجع لكم تاني. لزقناها كده بالشكل ده. بعد كده نقفلها. بعد كده نقفلها. كده بعد كده هقص دي كده بالشكل ده، وهحط هنا اتنيها كده الاول واشوفها هتبقى شكلها ايه، وبعد كده هبقى لزق. ماشي كده نلزق. بعد كده هنقص الحته دي كده، هنجيب اللزق وهنلزقها كده. وبقيت بالشكل ده هنقص بقى الحته دي اللي من فوق. وكده احنا خلصناها كده. بس هي سهله قوي. هنجيبه بقى الحاجات الزينه دي وهنبدا نزينه، وهنجيب بقى حته الفوم اللي احنا قصينا منها اللي من حته الشوز دي، وهناخده منها حته صغيره بس. اول حاجه هنقصه حته قد كده كده، وكمان حته تانية. قصينا بقى حتتين بالشكل ده وهنلزقها على ده بالطريقه اللي انا هقول لكم عليه. اول حاجه هحط هنا لزق
كده وحط عليه الفوم. اهدى صغير ولا ايه؟ ايه كده؟ بقيت بالشكل ده. نقصه بقى هنا، نقصه بقى الزيادات اللي هي اللي احنا اللي استخدمناها كده. شكله جميل قوي. كمان هنعمله حتة من فوق. هنجيب بقى الشيت ده وهنبدأ نلزقه هنا. بقى بالشكل ده حطه ده. هنقص الزيادات. هنجيبه بقى الزينة دي، هنحطه بس خرسان بس مش كتير. وبس كده عملناه. وهنعمل كمان فردة زيه. ايه رأيكم في الشوز ده؟ سهل جدا صح؟ ولو عجبكم ما تنسوش بقى انكم تعملوا لايك واشتراك في القناة. دوسوا لايك لايك. لا دوسوا لايك لايك. يلا باي باي, باي. باي.